مساء الخير مشاهدينا، ما زلنا مع حضراتكم وهنا ماسبيرو. والحقيقه النهارده بنتكلم في موضوع يهم المجتمع المصري ككل، لان احنا دايما بنهتم بكل الشراكات اللي بتؤدي في النهايه لتحقيق الاهداف الخاصه بالتنميه للمجتمع المصري ولصالح المواطن المصري. تحديدا في عام 2022 اعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه عام العمل التنموي، وبعد هذا الاعلان مباشره تم عقد اجتماع بيضم كافه الاطراف المعنية والمشاركة في العمل التنموي، تحديدا كان يوم 28 فبراير عام 2022. هذا الاجتماع اللي عقد بالمركز الرئيسي للمشروع القومي حياة كريمة وشارك فيه الأطراف المعنية بالعمل الاجتماعي وعلى رأسهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي بيضم بدوره أيضا عدد كبير من الجمعيات الأهلية. هذا الاجتماع نتج عنه كيان، هذا الكيان هو الاتحاد العام للعمل الأهلي التنموي، الاتحاد الذي يضم الكيان الذي يضم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى جانب بيت الزكاة والصدقة المصري إلى جانب أيضا جامعة القاهرة. وبعد هذا الإعلان تم العمل مباشرة من قبل هذا الكيان لتكوين كوادر شبابية، وتم عقد أول منصة لتدريب الشباب للتطوع والعمل التنموي. أيضا كان هناك العديد من المبادرات التي تمت في جميع محافظات مصر وفي المحافظات الحدودية لتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري. ما هو التحالف أو هذا الكيان الذي يسمى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وإلى أي مدى يشارك في تحقيق أهداف الدولة المصرية في مجال التنمية بمختلف مجالاتها، والنظرة المستقبلية لهذا الكيان؟ هنتعرف على كل هذه النقاط، ولكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفنا. نرحب بسيد النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب. أهلا بسيادتك يا فندم، منورنا. ربنا يخليك. يعني سيادة النائب، خلينا نرجع كده ل 2022 فبراير 2022، يعني حوالي 4 سنوات ونصف منذ بداية عقد الاجتماع اللي أسفر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. كيف كان اللقاء وكيف كانت وضع الرؤية الخاصة بهذا التحالف اللي نتج عنه يعني عدد كبير جدا من الخطوات التي تمت على مدار هذه السنوات؟ خلينا نتفق ان اول يعني عهد هذا الموضوع اما الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو بيطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، يعني دعا أو أعلن أن عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني. نعم. وطبعا دي كان تكليف وتشريف، تشريف من فخامة الرئيس للجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي هي موجودة في كل ربع مصر واللي عددها يتجاوز 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية. مفيش قرية مصرية ولا عزبة ولا نجع مفيهوش جمعية أو مؤسسة أهلية أو أكثر، وفي نفس الوقت تكليف ليهم أن يقوموا بعمل يتناسب مع هذا التكليف وهذا التكريم الرئاسي. نعم. فكان نتيجته زي ما حضرتك قلت اجتمع 21 جمعية ومؤسسة أهلية وفي مقدمتهم الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسة أهلية في فبراير 2022. نعم. وتم توقيع بروتوكول تعاون في مارس 2022 بين تلك الكيانات. ويمكن العناصر الرئيسية لهذا البروتوكول ان احنا كمؤسسات وكاتحاد عام سنتعاون فيما بيننا في وضع قاعدة بيانات مشتركة للخدمات اللي احنا بنقدمها ولمستحق الخدمة اللي هيستفيدوا من تلك الخدمات. هنفكر نعمل أنشطة مشتركة، هنفكر نعمل بروتوكولات سويا، ويمكن دي كان بقولة العمل بالنسبة للتحالف الوطني للعمل التنموي. وده كان ظهر جليا يمكن بعد شهر او شهرين، كان في شهر رمضان المبارك. نعم. فالاول مره يبقى في نوع من التنسيق في توزيع المساعدات الانسانيه الغذائيه وغيرها للمواطنين على مستوى الوطن. وقاعده البيانات اللي كانت موجوده في التحالف دي قاعده مدققه ومراجعه من قبل الجهه الاداريه وزاره التضامن الاجتماعي وهيئه الرقابه الاداريه. فطبعا يمكن كان في العهد السابق او في الفترات السابقه
يمكن كان قرية واحدة ممكن تستفيد بعدد كبير من الخدمات، نعم، وعدد كبير من المساعدات من عدد كبير من الجمعيات، بينما قرى أخرى محرومة من تلك الخدمات. فقلنا من خلال قاعدة البيانات الموحدة الكل يستفيد. فشهر رمضان اللي أعقب توقيع البروتوكول فعلا نجح التحالف أن يوزع مساعدات إنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الوطن. نعم. ثم بعد كده التحالف بدأ يستمر في عمله وما كانش ليه غطاء قانوني. لم يكن له غطاء قانوني. بمعنى أنه هو التحالف عبارة عن مجموعة ناس قعدت مع بعض. نعم. إنما ما فيش قانون بينظم عملهم. ولكن خلال 10 أشهر، وده طبعا تاريخ لابد أن احنا نعتز به تحديدا، في يمكن 9 يناير 2023 عقد المؤتمر الأول للتحالف الوطني العام الآتي التنموي، وشرفه فخامة رئيس الجمهورية. نعم. والتحالف من خلال المنسقين ومن خلال المعنيين أمين سيادة التحالف أعلنوا في ذلك الوقت الإنجازات التي تمت على مستوى 9 شهور. أما أقول لحضرتك قيمة الإنجاز من ناحية المالية، ما يوازي 12 مليار جنيه استفاد منها 30 مليون مواطن. نعم. 25 مليون مواطن استفادوا بخدمات غذائية، 5 مليون مواطن استفادوا بخدمات صحية. بنتكلم في مبادرة زي مبادرة أزرع. مبادرة أزرع ديت قامت بيها الهيئة القبطية الإنجليزية وهي عضو في التحالف. ديت يمكن كان استفاد منها 100,000 فلاح من صغار الفلاحين الذين لا يملكون مثلا فدان أو 2 أو أقل، ودولت تم يعني استصلحوا أو تم زراعة 150,000 فدان قمح. نعم. وكنا بالمناسبة دي كان بسبب ان احنا كنا داخلين في أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، وان طبعا مصدرنا من المصادر الرئيسية في القمح أوكرانيا. نعم. فكان رسالة ان احنا عايزين نرفع مستوى الفلاح المصري، نوفر سلعة استراتيجية وهو القمح. وطبعا دي كانت مبادرات الجيدة جدا. ايضا التحالف استطاع يطلق مبادرات لإطلاق صلاة عدد كبير من الكريمات. يعني الحقيقة عدد كبير جدا من المبادرات قام بها هذا التحالف، ولكن في البداية أحب أعرف من حضرتك يعني آلية العمل اللي تم وضعه من قبل الكيان في البداية. يعني إحنا كنا نعلم دائما أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسعى إلى دعم المظلة الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري زي ما حضرتك تفضلت وقلت في عدد كبير من المناطق، ولكن مع وجود هذا الكيان اختلفت الرؤية واختلفت المشاركة مع تكوين قاعدة البيانات. فكيف تم وضع الاستراتيجية اللي حضرتك تفضلت وقلت انها بتهدف اهداف التنمية للدولة المصرية؟ هو طبعا يمكن احنا بعد المرحلة دي دخلنا في موضوع ان احنا عايزين نقنن وضع التحالف. نعم. فطبعا يعني النائب طارق رضوان واكثر من 60 نائب تقدموا مشروع قانون يعني قانون يقنن وضع التحالف. فصدر قانون 171 لسنة 2023. هذا القانون كان هدفه أن يقنن ويحط الاستراتيجية التحالف، وأن التحالف يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بمجالات يعني معينة يا فندم؟ طبعا. اللي هي التحالف يعني بيرسي فكرة التطوع. نمرة 2 بيقوم بمشروعات خدمية لمساعدة الدولة المصرية، بيقوم مشروعات تنموية، بيقوم مشروعات استثمارية العائد بتاعها يعود على المواطنين أكثر احتياجا، بيساهم في عقد بروتوكولات مع الحكومة ومع الوزارات المختلفة. كل ده الهدف منه دعم الأسر الأكثر احتياجا. نعم. ودي بقى موضوع التحالف لا بيدار بأسلوب ديمقراطي، له جمعية عامة، له مجلس أمنة، له مكتب تنفيذي، الانضمام ليه اختياري، الانسحاب منه اختياري، يحظى برعاية وعناية رئيس الجمهورية، يعتمد في موارده على اشتراكات الأعضاء، على التبرعات، الإيبات، جزء من موازنة الدولة، المنظمات الدولية. فده صدر قانون، وده قانون طبعا جيد، وكان يمكن إنه كان الحمد لله كان لنا دور جيد جدا فيه. وبعد كده فخامة الرئيس أصدر قرار بتشكيل لجنة يعني مؤقتة لتأسيس تحالف شرفت برئاستها، وتم تشكيل الهيكل الخاص بالتحالف. التحالف بدأ بالاستراتيجية واضحة المعالم، ومن هنا بينطلق عشان يدعم الدولة المصرية. نعم. الحكومة أيا كانت الحكومة لا تستطيع بمفردها أن تقوم بكل مجالات التنمية. التحالف كشريك كمجتمع مدني في المثلث التنمية اللي هو الحكومة، القطاع الخاص، القطاع الأهلي أو القطاع المدني يعني. نعم. من خلال ده يمكن المنظومة بدأت تظهر.
التحالف النهاردة الموجودين فيه 29 جمعية ومؤسسة أهلية وسبع شخصيات اعتبارية، يمكن احنا كلجنة مؤقتة رشحناهم لفخامة الرئيس وصدر بهم قرار جمهوري، هم مكتبة اسكندرية، الهيئة العامة للاستعلامات، جامعة القاهرة، يعني بيت الزكاة، في سبع جهات دول صدر بهم قرار جمهوري، وأصبح الكيان 36 ما بين جمعية ومؤسسة وشخصية اعتبارية خاصة، على أساس أن هم يبدأوا يعني يتناولوا ويتعاملوا مع القيادة التنموية على أرض الواقع. تمام، وأعتقد أن يعني وضع المبادرات الكثيرة التي قام بها التحالف على مدار هذه الفترة كان بيصب في النهاية لتحقيق هذه الاستراتيجية. مع وجود أي مبادرة، كيف يتم وضع هذه المبادرة والاستفادة من قاعدة البيانات اللي حضرتك تفضلت وقلت أن تم تكوينها للتحالف لتقديم الخدمة لمستحقيها في المكان اللي بتحتاجه بشكل أساسي؟ يعني مثلا من ضمن المبادرات في شهر رمضان قبل الماضي أطلق التحالف مبادرة كتف بكتف، والهدف منها كان في شهر رمضان، قبل شهر رمضان المعظم، وتم فعلا توزيع مساعدات إنسانية لخمسة ونص مليون مواطن مصري، أسرة مصرية، مساعدة غذائية، من طبعا تم توزيعها توزيع عادل على مستوى الجمهورية من خلال قاعدة البيانات اللي حضرتك بتقول عليها. أيضا مبادرة زي إزرع كنا بنشتغل في أربع محافظات، المرحلة الثانية شغالين في ثمان محافظات. كل المبادرات يعني إيد واحدة وهكذا وغيرها وغيرها، كل ده من خلال قاعدة البيانات الموجودة. مراكب الصيد برضو طبعا، مراكب الصيد عشان نمنع موضوع الهجرة غير شرعية، كل دي وعشان ندعم الإخوة الصيادين. لا يعني احنا بنشتغل في كل مناحي الحياة، وده دور المجتمع المدني يعني. حقيقي، وزي ما قلت الحقيقة على مدار الأربع سنوات ونصف المواطن المصري بيلمس هذه المبادرات العديدة اللي قام بيها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. واسمح لي مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين، هنتابع هذا التقرير عن المبادرات التي تمت بالفعل على أرض الواقع. مع حضراتكم العديد من المبادرات اللي قام بيها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والحقيقة اللي كان موجود يعني في عدد كبير جدا من محافظات جمهورية مصر العربية. سيادة النائب، يعني باستمرار بنرى اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الشراكة وتواجد جميع يعني المؤسسات والمنظمات مع الحكومة لتحقيق أهداف الدولة، فكيف يتم التعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مع باقي المؤسسات المتواجدة في الدولة لتحقيق كافة الأهداف اللي بنسعى إليها؟ خلينا نتكلم الأول في يعني مبادرة نموذج اللي حضرتك بتقول عليها، هي مبادرة حياة كريمة. نعم، حياة كريمة دي أنا بعتبرها مبادرة القرن. ليه مبادرة القرن؟ اللي أنت بتتعاملي مع جمهور مستهدف 58 مليون مواطن من مواطني مصر على مستوى كل قرى مصر. المرحلة الأولى انتهت باستهداف، بنتكلم في 1600 قرية، تم ما أنفق عليها 350 مليار جنيه. القرية المصرية اتحولت من حال إلى حال، قرية بقى فيها مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، غاز، تليفونات، وحدة صحية، طرق، كل الكلام ده اتوفرت في 1600 قرية. والمرحلة الثانية اللي ناس كتير كانت قلقانة، لا المرحلة الأولى الثانية بفضل توجيهات فخامة الرئيس إن شاء الله بتنطلق، في موازنة إحنا كمجلس نواب وافقنا عليها اللي هتضمن تمويل المرحلة الثانية من مرحلة حياة كريمة. ده نموذج اللي هي التفاعل ما بين الدولة في صورة الحكومة مع منظمات المجتمع المدني اللي بتساهم مع الدولة في مبادرة حياة كريمة. أيضا في شراكات كبيرة بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد ليس بالقليل من الوزارات. معنا بروتوكول مع وزارة الزراعة في مبادرة إزرع. مبادرة إزرع، الزراعة بتوفر الإرشاد الزراعي، بتوفر الأسمدة، بتوفر المبيدات بأسعار مناسبة. ده في مجال التنمية الزراعية اللي بتسعى عليها الدولة. طبعا. أيوة، مبادرة زي إيد واحدة دي مبادرة نموذج للتعاون بين التحالف وبين وزارة التضامن الاجتماعي. وهكذا مع كل وزارات الدولة. التحالف هو مبني على قصة أو على مبدأ الشراكة، التعاون سواء مع الحكومة أو مع القطاع الخاص، لأن النهاردة ودي تمشي وتتمشى مع مادة 17 من أهداف التنمية المستدامة اللي تحدث عن الشراكات. فطبعا الشراكة ده مبدأ مهم جدا، لأن إيد واحدة ما تسقفش، إنما أن إيدين مع بعض وكلنا ممكن من خلال التعاون
يبقى في نتائج جيده، وده اللي بيتم دلوقتي. والحقيقه هو ده اللي احنا محتاجينه في الدوله في الفتره الحاليه، هي تضافر جميع الجهود ومشاركه يعني جميع افراد المجتمع والمواطنين. ولكن يبقى الشباب عليهم مسؤوليه كبيره، وعدد كبير من الشباب اللي بيسعى لهذه الشراكه والتواجد. ده حصل من خلال اطلاق اول منصه للعمل التطوعي اللي حضراتكم اطلقتوها للتدريب والتاهيل بالنسبه للشباب. يا ريت اتكلم عن مشاركه الشباب في مختلف المحافظات المصريه ودورهم اللي بيقوموا بيه في التحالف، وكيفية أيضا تدريبهم وتأهيلهم للقيام بهذا الدور. طبعا الشباب يمكن في المرحلة الأولى اللي امتدت من يعني مارس 2022 حتى يناير 2023، كان مجموعة الشباب اللي موجودين بيشاركوا في المشروعات التنموية عددهم 251,000. احنا بنتكلم في ربع مليون شاب من الجنسين. مبادرات مثلا زي كتف في كتف اللي قام بيها كلها شباب، عدد كبير مبادرات كان قائمة على الشباب وبيتم تأهيل وتدريب، وعندنا عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في التعارف، دول معنيين بقضايا الشباب وبيتم يعني تدريب الشباب وتأهيلهم. ومرضو الشباب كان لهم دور محترم جدا في الموضوعات الخاصة يعني غزة، كان اللي بيصاحب القوافل المساعدات الإنسانية كلهم من الشباب من الجنسين، وكانوا بيقعدوا عند في امام المعبر لفترات طويله حتى يطمئنوا من دخول المساعدات الانسانيه لاشقائنا في غزه. فالشباب طبعا دول بالنسبه لنا، واحنا عندنا اصلا في قانون العمل الآلي باب اسمه باب التطوع، وده مبني على دعم الشباب وتوفير كل الامكانيات ليهم ومساعدتهم وتاهيلهم وتدريبهم. ازاي ده بيتم يا فندم؟ يعني عنصر التدريب والتأهيل لهؤلاء الشباب، هل بيتم من خلال المنصات الإلكترونية؟ هل بيتم من خلال عقد دورات تدريبية في مختلف المحافظات؟ ازاي؟ كل الآليات حضرتك بتقول عليها دي موجودة. في طبعا دورات تدريبية متخصصة، في من خلال المنصات الإلكترونية، في طبعا مراكز تدريب على أعلى مستوى بيتم تدريب الشباب، وفي تدريبات تخصصيه. طبعا عندنا برضو يعني الهلال الاحمر شريك في بعض المبادرات، وده عنده عدد كبير من المتطوعين اللي بيتم تاهيلهم وتدريبهم على مستوى عالي جدا. فاحنا طبعا دي ما احنا معنيين جدا، لان عندنا ثقافه التطوع، فكره التحالف قايمه على ثقافه التطوع وتوطينها بالنسبه للشباب. طبعا. يعني اخيرا مش ممكن ان انا اختم اللقاء قبل ما اسال ماذا بعد؟ وما هو قادم؟ وما هي رؤيه التحالف في الفتره القادمه للمشاركه في تقديم الخدمات للمجتمع المصري؟ يعني هو التحالف ولد ليبقى ويستمر، وده من خلال استراتيجيه كبيره واضحه. من خلال استراتيجيه دي هتحول الى برامج وخطط وتنفيذ خطط وبرامج. هل التحالف قاصر على عدد 36 كيان او مؤسسه اهليه فقط؟ الاجابه لا. في عدد الاتحاد العام بيضم عدد كبير من الجمعيات والاتحادات الاقليميه والنوعيه وعضو في التحالف. التحالف بيفتح يعني الباب على مصراعيه، يتلقى اي طلبات جديده في مراحل مختلفه، واحنا عندنا عشان يعني ان بنطلع بيها قرارات جمهوريه. يعني عشان قيمه الاعضاء التحالف اللي بياخد موافقه رئيس الجمهوريه على الانضمام الى كيانات جديده. فالتحالف كيان موجود الهدف منه الاسمى هو دعم الدوله المصريه، وبعدين التحالف ساهم في امور معينه مع قرارات اقتصاديه اللي بتصدر. صحيح. نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي العالم بيمر بيها والدوله بتمر بيها. حقيقي. والاضطرار لرفع بعض اسعار بعض السلع والخدمات، التحالف هنا بيسعى ان يعني يكون مشارك بصوره ايجابيه، وده اللي بنلمسه الحقيقه من خلال كل هذه الجهود. ولكن دائما نسعى الى المزيد لكل المواطنين باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد النائب دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاهليه، نورتني، ومزيد من العمل التنموي لصالح الدوله المصريه باذن الله. الف شكر. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، ونلتقي مع حضراتكم دائما ولقاءات وحوارات جديده في هنا مسبيرو.